ओम शांति, वेलकम ऑल ऑफ ओम यू। शांति, अहलन बिकुम जमीअन फी सिलसिलत क़ियम अल हया। मरा अख़रा फी हाज़ा अल मसा क़ब्ल अन नब्दा लनतकलम अन क़ीमत अल क़ुव्वा, दऊना नुनाशिद अल क़वी व हुवा मसदर अल क़ुव्वा। दऊना नक़्दी दक़ीक़ा वाहिदा फी सम्त ونناشر وجود الله. So welcome all of you once again to the 24th. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في الحلقة 24 من قيم الحياة، في قيمة مهمة جدا وهي القوة. وكالعادة لدينا معنا الأخ إريك الذي هو تحدث معنا قبل عن النقاء قبل ذلك، وقبل أن أذهب إلى الافتتاح الرسمي لما أود أن أوضح لماذا تم اختيار هذه القيمة اليوم، لأن هناك احتفال نوراتري حيث هناك القوة المتعلقة بهذه الهياكل الروحية، وهناك سوف يكون وأيضا هناك احتفال آخر له لشيرة، وهو يعني انتصار القوة على قوة الشيطان، انتصار القوة الجيدة على قوة الشيطان. وهنا في هذه المؤسسة لدينا كثير من الأخوات، ولكن في الحلقات الماضية كان يتحدث عن هذا المنظور أخوة، ونحن أردنا أن نأخذ منظور آخر عن القوة. لذلك اليوم سيكون متحدثنا الأخ إريك، واليوم سوف نطلب من أخ بوجا أن ترحب بالأخ إريك طريقة رسمية. حولت الموضوع لك يا أخ بوجا. أهلا، أنا أحيي الجميع من الهند. مثل ما بما أن الآن عصر الاحتفالات في الهند، فاليوم اخترت هذه الورود بالألوان الجميلة، ماري جولد اسمها. ماري جولد في الهند هي رسم ممثلة القدسية والعاطفة، ونحن نرحب بكم بعاطفتنا ونتطلع ونحن ننظر ونحن نستمع إلى حديثك عن القوة. شكرا وأم شانتي، أهلا بك، مرحبا بك، ترحيب الأخ إريك. شكرا أخت بوجا لهذه الورود ماري بوجا. متأكد أن معظمكم يعرف الأخ إريك، وتعرفون أنا أخذ شوية من هذا المراح اللي من عنده، هذا المراح معدي، وأنا أحاول أن أعرفه بهذه الطريقة. هو منسق مركز الكندا، وهو شخصية تلفزيونية، كل حياته الدنيوية قبل والآن لها متعلقة بالتسجيلات والإنتاج والإخراج، وهو كان له الفضل في إنشاء مركز التأمل في مونتريال، وذكر اسمه باللغة الفرنسية. ودعوني كالعادة أقول بعض الكلمات في شكل شعر. بدأ أخ إريك مرح بطريقة طبيعية يجعل من البيئة خفيفة، وكشخص الأخ إريك ملكي وهادئ، وبالإضافة لذلك هو يشع
القوة الروحانية، فإذا هو خفيف ويشع قوة وهو هادئ. وعندما أقول هذا أقول الهدوء الداخلي. في هذه القوة الروحية اليوم سوف يشع بعض النور بواسطة مضغ بصائرها الروحية. كيف نجعل من أنفسنا أكثر وأكثر مشعين ونؤسس مرة أخرى الأمور بالطريقة طريقة صحيحة، الأشياء التي تبعثرت في حياتنا. وبعد ذلك كل شيء في الحياة سوف يصبح طريقة جيدة إذا نحن جلسنا وحزمنا حزام السلامة بطريقة جيدة. بعد ذلك الظلام سوف يتحول إلى نور أبيض قوي، وهو بالحقيقة يرينا جميعنا المسار الروحاني، وسوف ولم يكون هناك أي مجال لأي عراك. وأخيرا بعض الكلمات عن القوة، عن قيمة القوة. عن جميعنا لدينا بداخلنا هذه القوة، هذه قوة الإرادة التي تجعل منا لدينا حمام ذهبي، وهناك هذا الكام من لدينا ويسمح لنا بالحصول على مؤهلاتنا. فبالتالي طبعا مؤهلات هنا يقصد فيها العمل الداخلي. وبالتالي سوف أشارك الآن الشاشة حتى ترون طريقة الوصول إلى الترجمة وإلى اللغة العربية. كتبنا طريقة الوصول للترجمة على المحادثة في صندوق المحادثات. لو نظرتوا بتشوفون أن هناك بعض السطور تبين كيف تصلون للترجمة اللغة العربية. تستطيعون أن تضغطون على اللغة التي تختارونها. بعض الإعلانات، كونوا جاهزين بأسئلتكم. إذا بغيتون إجابات إبداعية على أسئلتكم، إذا ترسلون الأسئلة على الساعة 8:15 بتوقيت الهند، وبعد ذلك سوف يكون هناك تأمل أيضا. والآن سيبدأ الأخ إريك في التحدث. شكرا لكم كلاكما بوجان منوج باي. وأشعر بأن لدي ضغط أن أقدم شيء ذكي، لا أعرف إن كنت قادر على القيام بذلك، سوف أرى. شكرا للورود أيضا. في الحقيقة أنا هنا لأرحب بضيف خاص. عادة أنا أرحب بالضيوف، ولكن في هذا الوقت أنا جلبت وردة جميلة لكم جميعا. وهذه الوردة تشم رائحتها قوية جدا. سوف أخذ الإلهام في الساعة القادمة من هذه الرائحة، قوة الرائحة. فإذا لحظات تحية لكم جميعا. وأحب أن أبدأ بتواصل لمدة 30 ثانية تواصل بيننا. أعرف أن هذا زوم وهو تواصل افتراضي. أنا دائما أعتقد بأن بقوة الوردة. هذه مشهورة في عصر الستينات. دائما أعتقد بأن نعم نستطيع أن نتواصل بطريقة إلكترونية، ولكن أيضا نستطيع أن نتواصل بطريقة روحانية في الصمت. وأنا دائما أشعر بدل من أتحدث إلى كاميرا أو عالم الزوم، أفضل أن أجرب التواصل مع الأرواح. وإذا ما تمانعون أود أن أطلب منكم تجلسون بهدوء وتنظرون إلى الشاشة، وسوف أنظر لكم. لا تستغربون إذا كنت أنا ظهرت في غرفة الجلوس لكم أو أي مكان. تخيلوا بأن هذا ليس كشاشة ولكن كروح، كائن روحاني.
كطاقة. نحن نتواصل مع بعضنا البعض على مستوى الروحي الآن. فمهما حيثما أنتم ومهما كنتم، فقد تخيلوا بأن كل هذه نقاط النور تتواصل كأنها مجموعة من النور. نتحدث عن مجموعات مختلفة مثل السرطان، مثل مجموعة النجوم، أسماء مختلفة من النجوم. واليوم نتكلم عن تجمع مميز كعائلة النور، ولن يكون هذا فقط عن مشاركة الكلمات أو الأفكار، ولكنه سوف يكون عن تواصلنا نحن مع بعضنا البعض. فبالتالي هناك قوة، هناك قوة كأنها أسلاك تواصل بعضنا البعض عبر تيار. فبالتالي إذا تواصلنا روحانيا مع بعض كأرواح، أرواح أبدية، أرواح التي تعرف بعضها البعض، وكنا نسافر في هذه الرحلة لمدة طويلة. الآن نتقابل بأسماء مختلفة، أشكال مختلفة، دول مختلفة، ولكننا حقيقة جميعنا متحدين. دعونا نجرب الساعة التالية، ليس فقط بالصوت ولكن أيضا بقوة الصمت. شكرا لاستدعائي مرة أخرى. جميل أن أنضم إلى هذه المجموعة العجيبة. فإحنا قريبا سوف نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لهذا البرنامج. والآن أنا أتكلم معكم كأخ، ولدينا الأخوات الكبار في هذه المؤسسة، والذين تكلموا عن القوة، وخاصة في هذا الوقت الاحتفالات هو الوقت الذي هناك الكثير مشاركات حول مغزى القوة. ونعم، القوة ممكن أن تستخدم لتدمير للسلبية بداخلها. القوة إذا ممكن تستخدم لأن تشعل الإيجابية أيضا بداخلها. ولكني أردت أن آتي الآن كصديق، فقط شريك صغير في الرحلة، لأننا جميعا نتحرك مع بعض في حياتنا الروحانية. لا أعرف عنكم، ولكن أعرف بالنسبة لي أنها رحلة جميلة، ولكن أحيانا هناك بعض التحديات تستطيعون تقولونها بهذه الطريقة، قد تسمى عقبات، قد تسمى اختبارات، ولكن علينا أن نتغلب أي شيء يأتي في الرحلة. وفهمي هو أن حتى نتغلب على أي شيء نحتاج إلى قوة. والشكل الذي جاء إلى عقلي في هذا الصباح هو، تعرفون عندما أذهب إلى السوق، هناك سوق جميلة قريبا، عادة أذهب بفكرة بأني سوف أشتري بعض الأشياء القليلة، ولكني أشتري 3 أضعاف المرات. وعندما آتي وتكون الحقائب ثقيلة وعلي أن أمشي، فبالتالي عندما أكون ذاهب المشي كان سهلا لأن كانت الحقيبة خالية، ولكن وأنا قادم والحقيبتين مليانين، وكنت أفكر أن في يوم من الأيام لن أستطيع أن أحمل هذه الأكياس، وبالتالي سوف يكون لدي بالتدريج شغلة أداة أستخدمها لجر هذه الأشياء، وفي يوم من الأيام سوف أطلبها أونلاين. وفي يوم من الأيام لن نحتاج إلى هذا كله، لأننا سنكون بشكل آخر في مكان آخر. القوة في الفكرة أن عندما أكون قوي سوف أحمل الأشياء لأني أكون قوي، ولكن إذا لم أكن قوية لن أستطيع أن أحمل أي شيء. فبالتالي إذا كنت لا أستطيع أن أحمل وزن حياتي، وزن مسؤولياتي، وزن علاقاتي،
وزن التحديات عندها لأن لا يوجد هناك عندما لا يكون لدي القوة لأن أحملها سوف أكون ضعيفا وعندما أكون ضعيفا لن أستطيع أن أحمل ذلك وسوف يكون ذلك عبئا. إذا كنت أنا قوي فعندما آتي وأنا حامل حاجيات فهذا لم يعتبر عبئا وسوف يكون لي منظور اللي هو الطبخ واستعمال هذه المواد في المستقبل. فهذا كله يعتمد على طريقة الرؤية. إنه شكل بسيط ولكنه يمثل ما هي القوة وتمثل ماذا والجانب المادي من القوة نعرفه وكلنا نتعامل مع ذلك. القوة الفيزيائية، القوة الطبيعية، القوة العلمية، قوة الطبيعة، العاصفة لديها قوة، حتى البحيرة الهادئة لديها قوة أيضا. أود أن أشارك على أساس شريك في الرحلة في رحلة الحياة. والمنهجية التي أود أن أفترضها هي معتمدة على تفكري حول ما مريت به في 30 سنة الماضية التي كنت أستخدمها في حياتي الروحانية. ما هي القوة التي أحتاجها وكيف أستخدمها وما الذي يجلب هذه القوة وما الذي يلغي هذه القوة. تعرفون تستطيعون تكون لديكم قوة كهربائية، هناك قوة ولكن قد يكون هناك شيء له حيوان يمشي على الجدار وبدل ما يأكل أكله أكل هذا السلك الذي له علاقة بالتوصيل. وهذا الحيوان الصغير يقطع سلككم ويجعلكم في حالة شلل. في هذه الحالة فقط هذا الحيوان الصغير يمضغ هذا الخط، هذا السلك. فما الذي يشعل هذه القوة وما الذي أيضا يطفئ هذه القوة؟ نستطيع أن نقول بأن لدينا جميعا قوى مختلفة، ولكن نستطيع أن نقول بأننا جميعا نخسر هذه القوة من وقت آخر. جسديا قد يكون لدينا القوة ولكن إذا صار عندنا فيروس في المستقبل أو إنفلونزا نكون في السرير ولا تكون لدينا قوة لأن نقوم بأي شيء. والذي أزال القوة هو فيروس صغير لا يمكن أن يرى، قد يكون ميكروب أو فيروس أو بكتيريا الذي يهدر كل القوة مثل هذا الجسم. من هذا الجسم الكبير ليس كبيرا جدا، ولكن فإذا الكلام روحانيا تخيلوا لو أن لدينا قوة روحانية ولكن هذا الضعف الصغير جاء بطريقة مباشرة وقلل من تلك القوة فنبقى في شلل. في هذه الحالة أعرف بأننا نتكلم عن 8 القوى الروحانية التي نتكلم عنها، وتعرفون كيف هم يرسمون مع بعض ويرتبطون مع بعض. أنا دائما كنت أبدأ بحزم الأمتعة على أساس أن هذه القوة التي تجمع عقلك وبعدين تجاوز بعدين التأقلم بعدين التمييز بعدين الحكم بعدين التعاون بعدين التراجع الاختياري. بدل من أن أذهب إلى ذلك الجانب أنا أفكر في تجربتي الشخصية. القوة هي عبارة عن طاقة، وأود أن أعتبر القوة على أنها شغلة بسيطة، هي مستوى طاقتي. وإذا كانت طاقتي عالية، إذا كان هناك الكثير من طاقة هناك قوة، وإذا هناك طاقة أقل هناك قوة أقل. وبعد ذلك نعرف ما هي الطاقة. الطاقة ممكن تكون من عدة أنواع. القوة الفيزيائية تستطيعون تبدعون الكهرباء بواسطة الريح
أو بالماء. ممكن عن طريق الشمس. وبالتالي سوف يكون هناك طاقة تبدع خلال طرق مختلفة. وهذا سوف يؤديني إلى أن أنظر إلى حياتي مرة أخرى. يعرف لي ثلاث قوى بالأحرى التي وجدتها، التي رأيت نفسي بأني التي كانت تقود حياتي من حيث ما كنت من 30 عام إلى حيث ما أنا اليوم. وأستطيع أن أقول بالنسبة لي أول قوة كانت التي أشعلت حياتي الروحانية هي قوة الإيمان. والإيمان هو يختلف من فقط الفهم. عندما الفهم يصبح لهب، أسمع الشيء، أفهمه، أعتقد فيه، ويبدأ يحرق في داخلي. أنا متأكد أن كلكم تستطيعون أن تنظرون إلى عقلكم ومخكم وقلبكم وبصيرتكم وتفكرون ما هي عناصر الإيمان التي تحترق في داخلكم. ما نوع الإيمان الذي لديكم؟ نحن نتكلم عن الإيمان في النفس، الإيمان بالله، الإيمان في بهذه الحياة والطريق الجميلة، بالطريقة التي تم تصميمها وبالطريقة التي تعمل، واكتمال الحياة بطرق مختلفة. هل لديكم إيمان في الآخرين؟ هل لدي إيمان في فهمي أنا؟ وبالتالي هناك الكثير من العناصر التي ممكن أن ترعى وتزهر إيماني الداخلي. وبالنسبة لي الإيمان ممكن أن يبدع القوة، مثل الريح والماء والشمس، مثل ما تبدع قوة. الإيمان ممكن أن يبدع قوة، وهذا الإيمان ممكن تكون القوة، ممكن يكون بناء أو مدمرة. جيد أن نقول بأن الإيمان إذا تمت إساءة استخدامه ممكن أن يكون له قوة مدمرة، ولكن إذا تم استخدامه بطريقة جيدة، بالحكمة، بالفهم الصحيح، بالدقة، بالقيم، والإيمان يصبح قوة عظيمة. بالنسبة لي الإيمان يمنحني قوة الشجاعة، يعطيني قوة الإدراك، القوة أن تحرك من فهم البسيط إلى حالة حيث ليس فقط بأني أفهم المعرفة أو الفلسفة، ولكن لدي القوة لأن أستخدمها في حياتي. إذا لم يكن هناك إيمان سوف أعرف ذلك، وسوف لن أقوم بذلك، وسوف لن أكون بتلك الحالة الوجودية. بالنسبة لي الشيء الذي يرعى الإيمان بداخلي هو الطير في عشة، عندما أمه تقول له قد آن الوقت أن تطير. هذا الفرع عليك أن تقف فيه، ذلك المكان الفاضي عليك فقط أن تقفز، لا تقلق، سوف تكون في حالة جيدة. والطير الصغير لم يقم بذلك، وقد رأى أمه تقوم بذلك، ولكنه ماسك في فرع الشجرة وينظر للداخل يقول يا الله هذا عالي جدا، إذا أنا سقطت هنا سوف ينكسر كل عظمة مني وأنا هش. وهذا الطير الصغير، أنا جناحي صغار لا أستطيع أن أطير، مو مثل جناحي أمي، ولم أقوم بذلك قبل ذلك. هناك الكثير من عناصر التي لن تسمح للطير أن يطير. عندما كنت صغير أنا كان عندي شوية غباء، تعرفون، بالنسبة يمكن هذا في الهند مشهور موضوع الآلهة، ولكن في فرنسا ما عندنا هذه الآلهة، ولكن ما كان بالنسبة لي الآلهة، بالنسبة لي الثلج الأبيض،
لأشياء أخرى، فما أعرف الأشياء يتكلمون عنها في الهند. هذه لم تكن مشهورة لأن وسائل التواصل الاجتماعي هذه غير موجودة عندنا الأول، ولكن الآن مع التواصل الاجتماعي ممكن تعرف الآلهة الموجودة في الهند، ممكن نعرفها. بالنسبة لي ماري بوبينز كان لها قوة كبيرة. هل تعرف ماري بوبينز؟ ماري بوبينز كانت تطير بمظلتها. بالتأكيد بالنسبة لي كطفل كنت أطلع السلم حيث كنت أعيش، كان هناك سلم خارجي وكان هناك حاجز، وأنا مشيت على حافة الدرج وحملت المظلة ولدي إيمان وقفزت، والمظلة لم تسمح لي بأن أطير، وأنا سقطت. وكنت أتساءل لماذا هذه المظلة تعمل لتلك الموريس اللي اسمها موريس وأنا لا تعمل لي، وأنا أذيت ركبتي عندما سقطت. جديد بأني أنا لم أمشي 10 أدوار، ولكني مشيت فقط دور واحد، ولكني كنت أحاول أن أجرب لا أستطيع أن أطير باستخدام تلك المظلة. ذلك كان إيمان، ولكن هناك غباء لأن هناك قطعة من المعرفة ناقصة، وهذا يسمى الإيمان الأعمى، هذا يسمى الإيمان أعمى. ولكن بالنسبة للطير إيمانه غريزي، وإذا شفتون الأفلام الوثائقية هذه الطيور لديها قفزة من الإيمان، ويعرفون بأنهم يستطيعون أن يتركون الفرع ويقفزون في اللامعروف وهم يطيرون، حتى لو سقطوا يسقطون بطريقة لطيفة على الأرض. فأنا أستخدم هذه الأشكال، ولكن إذا نحن نظرنا جميعا لحياتنا، هل نحن نستخدم قوة الإيمان حتى نقفز في اللامعروف بهذا الإيمان بأني سوف أكون أوكي وبأني سوف أطير، بأن هذا الإيمان سوف يجعلني أطير ولن أسقط ولن أرسب. كنت أفكر في حياتي وكنت أفكر نعم، تأمل زيادة الذات بالنسبة لي أعطاني إيمان قوي. قالوا لي لسنوات يكون لديك الإيمان بأنك روح، هل سمعت ذلك؟ هؤلاء الذين ليسوا متعودين على زيادة الذات، أو حتى لمن قاموا بذلك لسبعين عام. أنا سمعت واحدة من الأخوات الكبار تقول أنها شاركت أنها بعد 60 عام لا زالت معجبة بهذا الجانب المحدد، وهو التركيز على فكرة واحدة بأني أنا روح، واستشعار تلك الفكرة ليس بالإعادة العنيدة أو الإيمان الأعمى، ولكن بإيمان كامل. ما الذي نقصده بإيمان كامل؟ يعني أنا روح، هذا قوي وهذا يعطي قوة. نظرت له في حياتي وفكرت لماذا أنا واصلت في هذه الرحلة الجميلة، هذه الرحلة الروحانية، لأن لدي إيمان في نفسي، إيمان بأني روح، إيمان في الفلسفة، في المعرفة التي سمعتها، إيمان في المسرحية الحياة، إيمان في الله. لدي ذلك الإيمان وأنا أرعى ذلك الإيمان. فالذي يشعل الإيمان هو الفهم العميق، والذي نحن نكتسبه في عن طريق المشاركة والقراءة والتعلم والتفكر، وبعد ذلك نرعاه بالتطبيق، نحاول نجربه في حياتنا. عندما أنا في اجتماع وأنا متنرفز وأنا أهتز لأن أنا غير واثق وأنا خجول، هل جربت قبل أن أتحدث فقط أن أفكر هذا ليس شيء كبير، أنا روح قوية، أنا روح عجيبة، أنا روح التي يحبها الله كثيرا، سوف أكون أوكي. هل جربت ذلك؟ شيء بسيط، أنا قمت بذلك. أنا تعودت، كنت أنا أخجل ليس عبر زوم، ولكن أحيانا حتى في الحياة أكون واعي
واعد هذا الجانب. في الأول كنت أنا أنحرج كثيراً عندما أشارك في مجموعة، كنت أكون متنرفز، أكون صعوبة عندي في البلع، وكنت في حالة جيدة. وعندما طلبوا مني أن أتكلم كنت أهتز، كنت واعي لذاتي وصعوبة في البلع، وأخذ وقت حتى أصبح مرتاح. وأتذكر بأن فقط مارست هذا الشيء البسيط. أنا لست أريك، أنا لست صحفي، أنا روح. الإيمان في الروح. بعدين أتحدث مدة ساعة، هذا شيء عجيب، الإيمان، فقوة الإيمان. وأتمنى لو كان لدينا طريقة لاختبار مثل ما نفحص ضغط الدم الآن وسط أداة معينة، ننفخ وبعدين نحصل على الضغط. تخيلوا لو كان لدينا إيمان فيها، اختبار للإيمان، وتضعون شيء على قلبكم، بعدين الطبيب الروحاني يقول لا أعرف بأن إيمانك يتأرجح، ليس لديك إيمان في نفسك 100%، أنا حصلت على 50%، وهذا خطر. تخيلوا بأن القلب يعمل على مستوى 50%، سوف يؤدي الموت. هذا هو التعريف، هذا تعريف القلب الذي يعيش بنسبة 50%، نص ميت ونص حي. تصوروا لو الإيمان 50%، عند ذلك الذي يقلل من قدرة الإيمان ذلك الشك القليل. كيف هذا سهل أن الواحد يكون عنده شك في حياته؟ كم مرة بالنسبة لي أتذكر بأن أنا لست جيد، بأن الذين أكبر مني أحسن، ما الذي علي أن أقوم به؟ أنا لن أنجح. كنت أتكلم مع بابا كثير وأقول له أن أنا حالة يائسة، لا تضيع وقتك معي، روح لناس آخرين. تعرفوا مثل سباق الحصان، أقول له أنت التقطت الحصان الخطأ، التقط حصان آخر. كان لدي إيمان قليل في نفسي عندما كنت صغيرة، وكنت أحاول أن أساعد الشكل الذي كان بداخلي. أنا كأني ملعقة غير جيدة، مو مثل الملعقة الماسية أو الذهبية. وأقول لبابا، أقول له الله سامحني بأني أنا إن تستخدمني أنا كملعقة غير جيدة لإطعام أحدهم. وهذا لكن كان إيمان ناقص في نفسي، وطورت إيمان، والإيمان حولني إلى ملعقة جيدة. الإيمان في نفسي جعلني هو الذي جعلني ملعقة جيدة، ليس بأنني أنا أصبحت ملعقة جيدة بعدين جاءني الإيمان. فالشك يدمر القوة، وبعد ذلك يصبح قوة الشك، والذي أحياناً لا ندركه أحياناً، مثل كورونا فيروس قوي جدا وجعل منا أضعفاء، ولكن الفيروس قوي جدا. نواقصنا قوة قوية جدا. نواقصنا، من كان يحاول في حفل الشواء، فالشيطان كان يحرق الجميع. الشيطان عندما ذهب على المملكة وبدأ يهدد ويقول لهم هل سوف تعاركون أو سوف تستسلمون، معظم الناس يقولون سوف نستسلم، نحن خايفين من الشيطان. نفس طريقة وجدت أن مواطن الضعف هذه قوية جدا، إنها ليست مواطن ضعف ولكنها قوية جدا، تجعل منا ضعفاء إذا فقدنا تلك التوصيلة، وتلك التوصيلة تأتي من الإيمان. فإذا القوة الثانية التي هي قوة أساسية جدا، التي بدونها، التي أقول مع السلامة للحياة الروحية، قوة اليوغا، قوة الصمت،
قوة التواصل، قوة الوحدة بيني أنا الروح الصغيرة جدا جدا مع المحيط، مع الرباني، مع الأسماء، مع الله. فإذا قوة اليوغا بالتأكيد هي قلب تأمل زيادة الذات، وقوة اليوغا هي التي سوف تسمح لإيماني أن تبرعم بكل الاحتمالات وبكل الإمكانات التي لديها الإيمان التي موجودة في البذرة. الإيمان بدون قوة اليوغا ممكن يؤدي إلى في أفكار فانتازية، ممكن يؤدي إلى العناد، ممكن يؤدي إلى ممارسات صعبة بأن علي أن أكون كذا، علي أن أصبح جيد، وتؤذي نفسك عندما لا تنتج، لأنك تجبر نفسك بقوة المسامير وتستخدم ذلك بعنف، وهذا صعب. ذلك لأن الإيمان لم يروى، لم يشع بواسطة جمال اليوغا، واليوغا تغير الإيمان إلى إنجاز، إلى محرزات ونتائج، إلى ثمار. إنها مختلفة إذا أنا استخدمت الإيمان لأتحرك قدما، لدي قوة، ولكن أيضا أحتاج إلى قوة لأن تنعش تلك الطاقة حتى تصبح هذه ممارستي وتصبح حقيقتي. وجدت بأن بدون قوة اليوغا أنا أستخدم قوتي الشخصية، ولا أستطيع فقط أن أنجز شيء قليل بواسطة قوتي أنا، ولكن عندما أتواصل مع المصدر، مع الله، مع الأسماء، أستطيع أن أؤدي مليون مرة أكثر. وأعتقد أن كل واحد فينا يستطيع أن يتفحص أين إيماني، إلى أي مدى لدي قوة الإيمان، أين تواصلي، ما هو قدر تواصلي. وهذا اليوغا التواصل تكون عندما نتواصل مع الصمت، هي لحظة تهدئة العقل. لذلك أحب أن القوة الأولى لا تكون قوة التراجع الاختياري، أحب أن تكون قوة حزم الأمتعة، لأنها القوة التي تجعلني أن أحمل عقلي هادئا لفترة، للحظة. وهذا تحدي كبير، وسوف يؤدي بأن نصل إلى القوة الثالثة. ولدي مثال جميل لذلك. أنا أحب الأطفال، أنا ليس لدي أطفال، لكن أحب الأطفال، أعتقد بأنهم جميلين ويجعلوني أشعر مثل الطفل. أنا غير جيد لرعاية الأطفال لأني أنا أتحول لطفل وأصبح مخادع معهم، ونجري ونعمل صوت ونرمي المخدات ونذهب إلى الأعلى والأسفل. وعندما أختي كانت تطلب مني أن أرعى أولادها، كنت أجعل منهم يصبحوا مثارين، تقول لي ما شو اللي سويتين فيهم، أصبحوا لونهم أحمر. قلت لهم أنا كان عندي إثارة. قال لها أنا كان عندي إثارة أن أنا أصبحت مثل أبنائك. ومرة كنت في مكان فرنسي مع أحد من أخ كبير من أفريقيا في واحد من المراكز مع الأخ بيدنتي والأخ برتيبة، كانوا هناك وكانوا يستمتعون تجمع روحاني، ولكن كان ولدين موجودين، وكانوا شياطين وكانوا في حالة إثارة، وكنت أحاول أن أهدئهم، ولكن أنا جعلت منهم مثارين أكثر من ذلك، لأن أنا بحد ذاتي في هالحالة. وبعدين واحدة من سينيورز نات، واحد من الأولاد، سألته ما أدري شو اللي خلى هالولد يقترب منها، ولكنها كانت تتحدث معاه بسهولة، بلطافة، ومن هذه الطاقة الكبيرة، الطاقة الغبية التي تتأرجح، هدأت
في لحظات في دقائق صغيرة. هذا الولد كان جالس بجانب تلك الأخت وكان جالس مثل الملاك الصغير، وكانت هي تهمس له. أنا حسيت أن بذل أن أنا لم أستطع أن أقوم بذلك مع طفل. ما السحر الذي استخدمته؟ كيف حولته إلى ابن هذا؟ لم تقل له أن كن هذا أبدا. هذا ما يقوله الوالدين، ولكن وكلما صرخت على الابن الطفل كلما كانوا أقل هدوء. فقط استخدام قوة الصمت واليوغا، التواصل مع الله، يبدأ بذلك الصمت، بتهدئة العقل، ونقول للعقل تعال تعال فقط شوف، وتأخذون عقلكم إلى لحظة حيث العقل صامت. وأجد عندما العقل يكون صامت يرى نفسه، وهو هذا أكثر شيء عجيب نراه، مثل القطة والكلب عندما يرون بعضهم البعض في المرأة ويسألون من أنت. عندما تكون في صمت وترى الروح لن تكون خائفا، سوف تكون متعجب. تخيل العيش في مكان غريب بدون مرايا، تخيل بأنك لم ترى نفسك لمدة طويلة لأنه لا يوجد مرآة حولك. إنها أداة بسيطة كمرآة ولكنها مفيدة جدا. ما الذي سيحدث؟ بعد عدة سنوات أحدهم حمل مرآة. عندما لا تمشط شعرك لعشر سنوات سوف تكون خائفا، ولكن إذا كنت طبيعا سوف تكون تشعر بأن هذا عجيب. سوف تشعر بأن هذا عجيب أن تنظر إلى نفسك. تخيل روح لم ترى نفسها لآلاف السنوات، الروح التي هي نسيت تماما كيف تبدو، وما ونسمي ذلك الوعي الجسدي، لأن نحن عرفنا نفسنا بالجسد. نحن ننظر لتلك المرأة كل يوم وننظر للجسد، لا ننظر إلى الروح. فبالتالي الصمت يصبح المرآة، وأول شيء نراه في الصمت هو الروح، وبعد ذلك نذوب في ذلك ونستغرب من ذلك، نقول هذا جميل جدا، هذا حقيقة من أنا. قوة الصمت تشعل قوة التواصل مع الله. لا يمكن أتواصل مع الله بدون أن أعرف من أنا، وسحر اليوغا سحر التواصل قد تكون أشياء بسيطة، ولكن هذا الأساس لرحلتنا الروحانية. وعندما أرى نفسي كروح أستطيع أن أرى الله أيضا كجانب روحاني، وعندما أرى الله كجانب روحاني الطاقتين يبدأون في التواصل ويتواصلون. عندما أرى الله على أنه شكل أو على أنه غير معروف كيف أتواصل معه؟ كأنك هل أسألك هل تستطيع أن تتصل بالإنسان الفلاني، وإحنا ما عنده رقمه، نحتاج رقم هذا الشخص عشان أتصل. فعندما أرى الروح وأرى الله كجانب روحاني كأننا نعرف الشفرة لنتواصل، نسميه قوة اليوغا، قوة التواصل. وتلك القوة تعطي الحياة للروح، تسمح لي. إذا أنت متواصل مع الإنترنت تستطيع أن تنزل الكثير من الأشياء، أفلام، الصور. عندما تتواصل مع الله ما الذي يمكن أن تنزله من الله؟ ليس فيروسات، فهو ليس لديه أي فيروس، فما الذي سوف تحصل عليه من الله؟ فقط فضائل، قوة، معرفة، أليس كذلك؟ فإذا الإيمان بالنسبة لي كان قوة، يوغا الصمت أيضا كان قوة، وكل واحد منا يستطيع أن يتفكر. أول ما الإيمان والتواصل أو اليوغا يشعلون ونحن نحاول أن نستخدم تلك الطاقة، كيف ممكن أن أوجه تلك القوة؟ ما الذي سوف أعمل بها؟
بالنسبة لي أنا أدركت بأن بالنسبة لي هذا شيء شخصي، من القوة التي فعلا تقودني في حياتي كانت قوة الحب، لأن هذه القوة التي كانت ترعى قلبي منذ البداية. ونقول بأن اليوغا التواصل عندما تقابل الله ولا تقع في حب معه، أعتقد في أن هناك مشكلة، يا إما في نفسك أو في التواصل، أو هناك نقص لديك. عادة عندما تواصل مع الله هذا بداية لقصة حب عجيبة، قصة التي نكتبها نسمعها في القصص في الروايات الدينية، التي هي بين مثل قصة راما وسيتا، قصة فإذن هذين الاثنين يضيعون بعضهم في الغابة في تحت وهم الشيطان، والروح بعد ذلك يتم اختطافها من قبل الشيطان، والله بطريقة جميلة يحرر هذه سيتا من سلسلة الشيطان، يسمح لنا أن نحرق الشيطان بقوة مختلفة ذكرها، مثل ما ذكرت في القصة، يذكر أسماء الشخصيات في هذه القصة مثل هنومان، مثل غيره. ما الذي يعطي الضمان إلى تلك؟ أنا لست خبير بالقصص الهندية، ولكن الحب الذي كان لديه هو الذي حركه، فبالنسبة لي هو الحب. هذه القوة، قوة الحب، قوة عجيبة، وإحنا افتقدنا هذه القوة. وبالنسبة لي افتقدت هذا الحب، وعندما تذوقته بأطهر أنواعه أنا تواصلت مع الله وعرفت ما الذي ممكن أن يمنحني إياه الله. هذا الحب الذي يمنحني إياه الله لا يمكن لأي أحد أن يعطيني إياه، وأنا احتجت أن أستعيد تلك القوة، ذلك الحب الطاهر في قلبي حتى يشفى. هناك كثير من الجروح المؤلمة في القلب، كل القطع المكسورة للعلاقات السابقة، كل النقص في الإيمان وارتفاع الروح المعنوية ونقص الثقة ونقص الشجاعة كان نتيجة ذلك القلب المكسور. وهناك خوف من فقدان الأمل في البشرية، لأنه لم أجد حب حقيقي في البشرية، وجدت حب مؤقت، حب له علاقة بالإحساس بالأشياء الحسية، حب سام نعم شفته، ولكن لم أتذوق الحب السليم. وأعرف بأن الله يمنح ذلك الحب، وأعرف أن هذا يتطلب صبرا، مثل ما أنت لما تكون مريض وتعالج هناك سيلان يعطيك قطرة بقطرة تحصل على السيلان في الوريد، هم لا يفتحون فمك ويعطونك ماء كميات كبيرة أو هذا السائل في كميات كبيرة، ولكنهم يعطونك قطرة قطرة ويسعدون بها حياتك. وهذه في القصة الهندية، إن هنومان جلب العشب من الجبل حتى تجلب الحياة، وهذا ما أنا في التواصل مع الله، هذا الذي نأخذه من الله، فنأخذها قطرة قطرة حتى نصبح محيط، وبعد ذلك تصبح قوة الحب. وأعرف بأني حتى أصير قائد لحياتي أحتاج لقوة الحب مع نفسي، أن أكون لطيف مع نفسي، أتوقف من أن أكون من أحكم على نفسي وأن أكون مؤذي لنفسي وأن أكون خشن على نفسي، أحكم مثل ذلك. وأخذ مني سنوات وسنوات وسنوات حتى أتعلم في النهاية بأن أكون محبا مع الآخرين بطريقة طاهرة. أنا كنت دائما لطيفا، كنت ولد جيد، أعتقد جيد مع الآخرين، ولكن الحب الحقيقي والطاهر هذا الذي يزيل كل مشاعر أخرى، هذا يأخذ وقتا، يجب أن يأتي من قلب طاهر، يجب
لدي حب للعالم ولله وللنفس، وهذا أخذ مني وقت طويلا. أنا لم يتم طبخي حتى الآن. أنا أشارك معكم كصديق وكأخ. أستطيع أن أسقط في أي وقت، ومرة ثانية هذه المظلة يمكن ما تعمل، ولكن في هذا الوقت أعرف بأن قوة الحب هذه تعطيني إلهام. وأعتقد بأن كل واحد منا ممكن أن يكون لديه فضيلة خاصة ممكن أن تصبح القوة الرئيسية، حتى تركز مسار الطاقة من الإيمان إلى يوغا، تواصل إلى تلك الخاصية. وكل واحد فينا إذا استخدم خاصيته بواسطة قوة مثل الريح التي تحرك الشراع إلى الأمام، نحتاج إلى تلك الريح، وعلينا أن نكون طبيعيين وبسيطين. كلها فضائل جميلة. كل بالنسبة لي الحب، فإذن هي قصة حب بالنسبة لي، لكن قصة قوة الحب بالنسبة لي هي القوة التي تجعلني أشم من الوردة. الجمال يأتي من اليوغا، فبالتالي استخدام قوة الحب كان القوة الدافعة وإنعاش الأمل. وأعرف بأن إذا واصلت في أن أتطور وأبذل مجهود، هذا الحب سوف يزداد. أعرف بأن ذلك الحب سوف يسمحني بأن أكون لدي حب قلب متعاطف، قلب رحيم. الحب سوف يعطيني القدرة على أن أكون أسامح، والقوة على أن أشفى. لذلك قوة الحب بالنسبة لي ثالث قوة مهمة في رحلتي الروحية. وثلاث قوة بالتأكيد هي القوة التي تحتاج أن تظهر البذرة. وبالنهاية بالخلاصة أود أن أقول، عندما أفكر في القوة أفكر في الطاقة، ولكني أنا لا أحاول أن يكون لدي إيمان، لا أحاول أن يكون لدي تواصل مع الله، لا أحاول أن يكون لدي حب. كل ممارستي بعد عدة سنوات هو فقط أن أذهب إلى الخلاصة. وأعرف أنه يبدو بسيطا جدا، لا بأس في ذلك، ولكن الشيء البسيط بالنسبة لي هو أن أركز فقط على البذرة وليس على التوسع، وليس أني أطارد حول الحب. الحب سوف يأتي بطريقة طبيعية إذا أنا رعيت بذرة الحب، ليس كذلك؟ اليوغا التواصل سوف يكون هناك، ولكن علي أن أجد البذرة. المعرفة ليس لها نهاية. يقولون لو حولت المحيط إلى حبر والأشجار إلى أقلام فإنه لن تستطيع أن تنهي المعرفة كلها. ولكن هذا كله يأتي من البذرة، وليس علي أن أضيع في الفروع، ولكن علي أن أكون مع البذرة. فإذا مصدري الشخصي للقوة هو فقط ممارسة، ممارسة يومية، ممارسة يومية، أن أذهب مرة أخرى إلى البذرة. عندما أستيقظ في الصباح فقط أتخيل البذرة، الله سبحانه وتعالى، أرى تلك البذرة، فقط أراها، والعقل يصبح هادئ جدا، صامت جدا، لا شيء، فقط نور البذرة. وهذا يعطيني أيضا القوة لي كبذرة كروح، وأشعر بكل كل القوة في تلك البذرة. وأجد ذلك إذا فقط استطعنا أن نصغي إلى البذرة، مثل ما هل حاولت تحاول عندك بذرة في يدك وتتكلم مع هذه البذرة وتقول لها من أنت؟ أحب المانجا، ولكن أنا لا 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 أمضغ إلا هو حبة البذرة.
إيه لا أحب لا أمضغ حبة المانجا. إنها ليست جيدة أليس كذلك؟ ولكن إذا نظرت إلى تلك إلى تلك البذرة للمانجا أرى شجرة المانجا. وإذا نظرت إلى البذرة لمدة طويلة لا أرى فقط شجرة واحدة، أرى ملايين من أشجار المانجا وأشم رائحة مانجا. أشعر بأني في العالم، في عالم المانجا. لم أجرب ذلك ولكن علي أن أجربه، ولكن قوة البذرة. وإذا استطعت أن أركز، لأن إحنا ضائعين نحاول أن نجد الله في كثير من الفروع وكثير من الثمار وكثير من الأفكار، لكنه مخفي في تلك البذرة. وأنا أعرف تأمل سيادة ذاته وقدرتي أن أتواصل مع الله، وأنا أنسى كل شيء آخر، فقط أن أرى البذرة. وهذه معك، وأود أن أتواصل معك وأنت عالمي، وأعرف أنك تحوي العالم كله، وأنا سوف أدمج معك كبذرة. هذا أكل بسيط، فقط أكل بذرة واحدة في اليوم، هذا أكثر غذاء اقتصادي، فقط قوة البذرة. لم ألاحظ الوقت ولا أعرف ما هو الوقت. إذا أنا هل لازال هناك أحد أم شنتي؟ الكل أنا خلصت، تقدرون تصحون من النوم. طبيعة مرحة. أنا كنت مستمتع هذه اللحظة. منوج، يسأل الأخ منوج. So fantastic. I mean, I was just lost in listening to the simple things. أنا كنت ضايع في الإصغاء إلى أشياء بسيطة. قلتها بطريقة. أنت قلت بأن الأشياء البسيطة ليست سهل أن نفهمها في حياتنا، وأنت بطريقة جميلة أشرت إلى هذه الثلاث قوى: قوة الإيمان، قوة اليوغا والتواصل، وقوة الحب. فإذا هناك بعض الأسئلة على الأشياء التي لامستها، إذا قلت أن البذرة هي القوة، هي مصدر القوة، لأن البذرة تجلب الثمار والفروع. كيف أرعى هذه البذرة حتى أحصل على الثمار؟ فهمي لممارسة اليوغا، تأمل سيادة الذات، هو فكرة واحدة في وقت واحد، والتأمل هو الوقت الذي أنا أخذه للتركيز على البذرة، وأسمح لعقلي بأن يعبر عن الأفكار التي هي تحتوى في هذه البذرة. أعرف بأنه يبدو غريباً. خلنا نجلس في هدوء ونشوف الروح كنقطة نور، وأنا أفكر كالروح الأبدية، وأفكر كروح أبدية. ما هي طاقة الأبدية التي أود أن أستشعرها وأجربها؟ فأقول لنفسي طاقة الحقيقة. أنا أعطيك مثال فقط، مثل أنت تذهب إلى نباتك اليوم وتقول لي جاء لكم بابا وجاء لكم ماما، تشوف ما شنو جلب لكم، جبت لكم تفاح، عصير تفاح أو عصير برتقال. ولكن التأمل كل يوم، ما هي النكهة التي أود أن أجلبها كل يوم؟ نكهة جديدة حتى لا يكون ممل. فإذا مثلا نرى الروح ونقول ماذا في البذرة؟ الحقيقة الأبدية، إنها محتوى في البذرة، حقيقة غير مشوبة. أبدأ في أن أبدع أفكار على أساس تلك الفكرة البسيطة بأن في البذرة هناك الحقيقة، وبعد ذلك أبدع الأفكار في التأمل بأن ذلك الحقيقة وأود الحقيقة في حياتي. فسوف أفكر كيف
كيف أعبر عن الحقيقة؟ ما هي الحقيقة في حياتي؟ العلاقة الحقيقية، القلب الذي هو الحقيقة، القلب الحقيقي. وبالتالي أبدأ مرة واحدة أفكر في أشياء جميلة عجيبة، وتصير كأنها أفكار حية تتواصل مع البذرة وتعطي قوة أكثر للبذرة، فبالتالي البذرة تعطيني قوة، ولكن أنا أيضا أرعى تلك البذرة بالأفكار. فإذا نحن نرعى قوة البذرة من خلال أفكارنا بواسطة توصيل أفكارنا مع خلاصة، فإذا هناك حقيقة، هناك نقاء، هناك حب، هناك صمت، هناك نور، كثير من الجوانب المختلفة، الحقيقة الأبدية لهذه الروح التي أود أن تواصل معها. وأنا وجدت عندما أنا أتأمل على الحقيقة الأبدية لمدة 20 دقيقة، نص ساعة، عندما ينتهي تأملي وعندما أبدأ في محادثة مع أحدهم، أو أذهب إلى إيميلي أو أذهب للعمل، تلك الطاقة، الطاقة كونها قوة والقوة كونها طاقة، تلك الطاقة تبدأ مع تبقى معي. وإذا بدأت في بعض المحادثات بعد نص ساعة من التفكر على الحقيقة، كلماتي في المحادثة في الاجتماع سوف تكون مختلفة، سوف أتحدث بطريقة مختلفة، أستطيع أضمن لكم ذلك. أنا عملت ذلك عدة مرات في العمل، هناك تغييرات، وبهالطريقة نحن نرعى هذه البذرة. جميل. فإذا كل موضوع هو عن التأمل والاهتمام بالأفكار. هناك سؤال آخر، عندما نبدأ نقيد حياة بناء على الفضائل وحياتنا تصبح قوية، هل هذا صحيح؟ هذا أول سؤال. وبالإضافة لذلك، هناك فضائل لديها قوة معها، فما هو الفرق بين الفضيلة والقوة؟ ولهم علاقة ببعض؟ الحقيقة أنا لست ممثل مبيعات جيد، ولكن بالتأكيد بالنسبة لي أنا أجد لحياتي، لا يوجد شك بأنه بمحاولة، أنا أقول بمحاولة لأن هذا ما كنت أقوم به في المستقبل، بعد كنت أقوم به في الماضي وأصبح ذلك طبيعي. عن طريق اليوغا أحول محاولة إلى الحالة الوجودية، كنت أحاول أن أكون محب أكثر، صابر أكثر، كريم أكثر، متجاوز أكثر. هذه القيم شكلت حياتي بطريقة مختلفة وأخذت وقت، نفس الفترة من بين البذرة والثمار، فإذا تأخذ وقت. فإذا لا أتوقع إن أطبق شغلة ويوم ثاني تتغير حياتي، هذا يأخذ وقت، ولكن هذا الوقت بينهم يكون جميل، لأنك إذا بدأت تزرع قبل أن تأكل الطماطم اللي زرعته، تكون منتعش وأنت تشوف الطماطم اللي زرعته، السلف الأول صغير ويكبر. في الوقت بين البذرة وبين الثمار هذا لا يضيع، لكنه فيه إثارة أيضا. الحياة نعم شيقة، ولكن كن حذرا، أنا هناك الكثير من العواصف، وعليك أن تحمي الطماطة، نسميها عواصف الشيطان، عواصف الضعف، عواصف من الماضي، عواصف من الناس الآخرين وشخصياتهم، كثير من العواصف قد تأتي في الطريق. نعم، حياتي يمكن أن تصبح فيها فضائل، ولكن أتوقع بعض الاضطرابات وبعض العواصف. والفرق بين الفضيلة والقوة بالنسبة لي التجاوز والحب، كل الفضائل ممكن أن تصبح قوة، بالنسبة لي قد يكون خطأ. بالنسبة لي الفضائل عندما تكون مفيدة بالنسبة لي، الحب فضيلة عندما أشعر في حالة جيدة مع الحب، أنا محب، أنا أستمتع الحب، أنا أحب بطريقة فضيلة، والناس يقول نعم أنت محب، وأقول نعم، وبالتالي أستطيع أن أحمل لوح أقول أنا محب، مبروك أنت محب، ولكن هذه فضيلة أنت محب،
وأنت تحب ذلك وتستمتع بذلك يصبح قوة عندما ينتقل الآخرين. الآخرين يبدأون يصبحون محبين بسببك أنت، وإذا كان حبي يجعل الآخرين محبين، عند ذلك أنا أستخدم قوة الحب. إذا أنا مرح وأجعل منوج مرح، فإذا هذه قوة المرح، لا أعرف أنها إذا كانت قوة. فإذا كنت أنا متجاوز متحمل وأستطيع أن أستخدم فضيلة التجاوز والتحمل، هذا جميل. أنا أحمي نفسي من كثير من الأشياء لأن أنا متجاوز، لأن أنا لدي قوة التجاوز. فعندما أؤثر الآخرين، عندما أؤثر على الموقف، عندما أؤثر على الناس الآخرين بسبب هذه القوة، قوة الصبر والتجاوز، فهنا تسمى قوة. مفهومي بأن إذا تأثر علي أنا فهي فضيلة جميلة، وإذا تأثر على الآخرين وتمشي مستقبل حياتي فهذه تسمى قوة. جميل، عجيب. هناك سؤال آخر حول الإيمان. أنت جبت تشبيه جميل، أن عندما ننظر إلى الوردة الأساس هو الإيمان، وقوة الحب هو الرائحة الجميلة التي تأتي. هناك سؤال، عندما نكون في وسط الأزمات نحن ننسى قوة الإيمان، ففي ذلك الوقت ما الذي علينا أن نقول للنفس حتى نذكر أنفسنا أن يكون لدينا إيمان في الأزمات؟ هذا جيد الإجابة. لا أعرف إذا ناقشنا هذا من قبل، ولكن بالنسبة لي إن السؤال عندما أكون مشغول في حياتي وليس لدي وقت أن أطبخ، هل هناك أكلة من دون أن أفتقد الأكل؟ وسوف أقول قوة السموثي. وأنا الآن أشارك إعجابي بالسموثي. سموثي اختراع سحري. إذا ما عندك، هل أحد فيكم يعرف عن السموثي؟ جميل، فقط تحتاج إلى الخلاطة، تضع أشياء غريبة في ذلك، برتقال، كيل، عسل، أفوكادو، برتقال، أي شيء في الثلاجة حطه هناك وخلطه واضغط على قوة حبة القوة. 30 ثانية تشربه وعندك وجبة كاملة. هذا قوة الإيمان. بالنسبة لي هذه فكرة قوية، ولكن أحتاج الطرق المختصرة إلى محيط المعرفة والإيمان المختلف. إيمان في نفسي، إيمان في الله، إيمان في الحياة، إيمان في الدراما، في مسرحية الحياة، الإيمان في الوقت، الإيمان في الصمت، حسب الإيمان لي. وأحتاج سموثيز روحانية، أحتاج طرق قصيرة، وأستعمل منتراز مختلفة. وهذه سموثي الروحاني ممكن يختصر في فكرة واحدة. كل شيء علي أن أقوم به اليوم هو لا شيء إلا شيء نبيل. أنا أكون خائف إن أنا مريض، إن أكون تعبان عندما أشوف العناصر اللي موجودة عندي في القائمة، وأتفخض أن أذهب إلى السرير وأغطي وجهي وأنام، لأن هناك كثير من الأشياء في قائمة الأعمال. فحتى أغير ذلك أستخدم فكرة واحدة. أنا علي فقط أن أكون في حالة نبل، كل شيء في القائمة جيد. فإذن هذه عبارة عن الطريق القصير. إذا قلت علي أن أكون نبيل، فهذا بالنسبة لي مسار قصير للإيمان، لأنك لديك القوة أن تقوم به، لقد قمت به قبل ذلك. هذه هي عبارة عن تفاصيل الإيمان. ولكن الطريق المختصر السموثي بالنسبة لي يعمل جيدا. علي فقط أن أكون في حالة نبل. طريقة أخرى، أنا في أجازة، أعرف أنه يبدو غريبا، ولكن هي ميكانيكيات مختلفة. عندما تصبح الأشياء ثقيلة
علي أن أشعر في داخل الشعور. هل تعرف شعور ليلة الجمعة عندما تغلق جمعة ليلة السبت، تغلق كمبيوترك وتعرف أنك سوف ترتاح؟ هذا قبل زوم، قبل أن يسقط العمل خلال تلفونك. أنا أعرف أنا في إجازة أغير البنطلون إلى شورت وتلبس وتحمل بدلة السباحة وتحمل برش أسنان. هل تذكر ذلك الشعور؟ هذا الشعور، لماذا لا أبدع ذلك الشعور في أي وقت؟ أستخدم بذلك ذلك الشعور أي أحياناً. أنا علي أقول لنفسي أنا في إجازة، علي أن أعلم بأن أنا في إجازة، لأن الذي أنا أبحث عن هو عبارة عن الإيمان. لا يوجد شيء عبء، هذا فقط لعبة، لا يوجد شيء مهم. إذا أنا مت غداً لا يوجد شيء مهم، فبالتالي بالنسبة لي هذا كان محفز. أنا في إجازة وعلي أن أستخدم، علي أن أستمتع بذلك الشعور. وشيء آخر، إن لا أعمل أي شيء اليوم ضد مبادئ الروحانية. أنا أقوم بشيء لأن هذه عبارة عن مبادئي الشخصية، لا أتبع مبادئ الآخرين. فهذا عبارة عن في العاصفة، هذه عبارة عن المسارات القصيرة. عندما تكون في الماء وعندما ترمي شيء، شيء له طاقم الأمان الذي يحمي الشخص اللي يكون في البحر، هذه الأشياء تكون كأنها وسيلة الأمان بالنسبة لي. أنا ما هذه الثلاث مفاتيح تخليني ما أكون لدي قلق. Yeah, life jacket. وإذا مو واضحة برسل لكم اللي هو حلقة النجاة. كيف أستعمل؟ Fear causing anxiety. How do I tackle that? الخوف يتسبب في قلق، كيف أتعامل مع ذلك بالقوة؟ بالنسبة لي الخوف دائما له علاقة بنقص في الروح المعنوية، وهناك عوارض. القلق، الخوف معناتها نقص في ارتفاع الروح المعنوية، ليس لدي إيمان في نفسي. وتعرف عندما أنا بدأت في هذه الرحلة قالوا لي في البداية مصدر جميل للطاقة، قالوا لي بأن أنا روح شجاعة، وقلت لا، هذا بالضبط أن أنا غير شجاع. وهذا لكن تم إعطائي لي عن طريق روح، عن طريق قوة المباركة، إنها قوة أعطيت لي بإيمان بأن أنا شجاع. تلك المباركة وتلك الفكرة خلتني أفكر بحقيقة من أنا، وبدأت بأن أعتقد ويكون عندي إيمان بأني أنا روح شجاعة. وإذا أنا اعتقدت وآمنت بأني أنا شجاعة، أنا قتلت الخوف بطريقة مختلفة. إذا كان هناك حشرات أو نمل في المنزل وتود أن تتخلص منهم، إذا أخذتهم واحد، هذه رحلة طويلة. ولكن إذا استخدمت الأداة المناسبة مثل رشة معينة، فأنت تتخلص منهم. إذا أنا شجاع، سوف كثير من الأشياء في حياتي التي هي تخلق قلق لدي سوف لن تكون موجودة في يوم من الأيام، لأن الشجاعة سوف تطفئ كل هذه المخاوف. إذا كان لدي هذا الإيمان بأن أنا روح خاصة، وإذا لدي الإيمان بأن أنا روح محبة، عند ذلك في علاقاتي القلق سوف يتغير إلى تفاعلات تناغمية. أعرف بأني في الفلسفة الغربية عليك أن تحتضن النمر، هذا
إنه فقط نمر من ورق، هذا ليس حقيقي، إنه قلقي الذي يجعلني أعتقد بأن هذا نمر، ولكن إذا كان لدي إيمان بأن أنا we can tame lions in a circus. أنا الشجاع مثل هؤلاء الذين يدربون النمر في السيرك، فأنا فسوف أقول للنمر تعال، أنا أعرف من أنا، لدي إيمان في نفسي وأعرف كيف أن أتصرف معك. At a snake. تخيل لو أنك لديك القدرة بأن تنظر للحية في العين، والحية ترقص وتنظر إليك وتقول لك ماذا تريد أيها السيد؟ قد رأيت ذلك في الشوارع عندما تشغلون الناي تبدأ الحية بأن تطلع مثل عندما يأتي عزف الحقيقة وأنا يكون لدي إيمان في نفسي، كل ما أحتاج أن أرويه هو حقيقة من أنا. وبهذه الحالة نحن نعود مرة ثانية للخلاصة. هناك سؤال جاي من يوتيوب، كيف تعيد تعبئة نفسك بقوة الله وأنت عندك مسؤولية وأنت تعمل في عملك، تعمل في تلفزيون؟ هذا سؤال جيد. عملي هناك تحدي. في يوم من الأيام كان رجعوني مرة أخرى إلى واحد من أكثر الأشياء الأعمال التي هي مزعجة، وواحدة من الأخبار التي يقومون بها الساعة 10، وهي تكون صعبة ومن نوع تجعل منك قلق، لأنك يجب أن لا تقوم لا ترتكب أخطاء، عليك أن هذه فيها تحدي وعليك أن تقدم ذلك. وعملت من الصباح الساعة 8 لحد الوقت متأخر، وهذا كان يهدر طاقتك، وكان هناك توتر، هناك قلق، والناس يقول لي أنت مثل كشخص متأمل، هذا عكس ما تريده، أنت تحب الصمت، تحب التواصل. وكنت أقول لهم هذا لا بأس بذلك، أود أن أكون قديس، هذا عبارة عن طريق طويل، إذا استطعت أن أمسك ذلك إذا ذلك الطريق الصعب سوف أصير قديس في 4 سنوات بدل من 40 عام. والذي لاحظته أحسن، لم أرى بأن هناك صراع بين حياتي الروحية والممارسة العملية. رأيتهم بأنهم مرآة يعكسون بعضهم بعض. الذي أنا أقضيه في حياتي العملية كأني أعبر عن روحانياتي بنفس الطريقة. نعم، كان تحدي، كنت حتى أكون أمين كنت قلق جدا، ولكن عندما أذهب إلى تأمل الصباحي هذا هو الوقت الوحيد الذي لدي لنفسي، أن أجلس في الصباح في هدوء وأن تواصل وأملأ ذلك الإيمان وعن طريق الصمت. وكانت طريقة التفكير لا تحترم الناس في العمل، ولكن أعطيهم حب، ليس فقط أن تصبح مهنيا وتحترمهم، ولكن كن روحاني وحبهم، وهذا يخلق فرق كبير. فعليا أحترم الوقت بالنسبة لمنوج. شكرا. سوف نشكر من فانكوفر لمونتريال. هل أطلب من سيستر كلوديا أن تقدم كلمات الشكر؟
this is my very dear friend, lovely eternal sister. We've been هذه صديقتي اختي المحبه نعرف بعض من زمان انها اجمل من هذه الورده انها الورده الورده الحيه استطيع ان اشم تلك الرائحه اللي ما يعرفون جغرافيه كندا فانكوفر مونتريال مثل بعد مونتريال الى باريس ولكن روحانيا نحن مثل هذين صبعتين مع بعض نعم استطيع في وقت الحاجه انت موجود كانك تظهر من قوه الحب قوة الحب تجعلك تظهر عندما نكون محتاجين علي أن أشكرك كثيراً لأنك أنت ظهرت كندا جانبين من كندا ظهرت الإنجليزي والفرنسي وجعلت ذلك التواصل الجميل الخلفية الفرنسية مع الإنجليزية في نفس الوقت وهذا بحد ذاته قوة وأنا أمتزج أيضاً مع الهندي أيضاً ببساطة يقول الهندي هو عبارة عن الصمغ بين الفرنسي والإنجليزي شكراً كان جميل أن نصغي إليك لأن دائماً تجعل من الأشياء السهلة لا تجعلها صعبة أبداً شكراً لهذه اللحظة وشكراً جزيلاً باسم كل واحد أشكرك شكرا سيستر كلوديا والآن أتحرك إلى الأخت أنو للإعلانات وبعدين نذهب إلى التأمل Thank you, Manoj, brother. Definitely such شكرا أخ منوج such deep powerful matters that Eric Bhai always shares Eric تشارك أشياء قوية وعميقة In 12 hours, the spiritual significance of Dasera, which also talks about power. So we will هناك المغزى الروحاني لاحتفال اسمه دشيرة. Understanding of power with our وهم امتداد لفهم القوة مع شديدي. وهو سيكون For India, 9 a.m. Sunday morning. أوقاتك على تقول أوقات مالهم حسب المناطق المختلفة. October is really our special month because it's October شهرنا الخاص لأنه يوم 21 منذ عام بدأنا سلسلة قيم الحياة وبالتالي الاحتفال الأول بيكون كل الجماعة السينيور الذين يمارسون تأمل زيادة الذات لعقود جلبوا تلك الخلاصة الروحية ليجعلوا منا أن نفهم وبعد ذلك نستطيع أن نمارس مثل ما قال أخيرك فإحنا سوف نحتفل بذلك الاحتفال يوم 20 أكتوبر يوم الأربعاء وهو يوم عمل يكون عندنا الأخت مهيني ديدي اللي هي عبارة عن الرئيسة الإضافية الإدارية لبراما كوماريز وإذن سيستر جينتي أيضا هي رئيسة إدارية إضافية مثل الأخت مهيني وهي رئيسة الشرق الأوسط وأوروبا والأخ كن من البرازيل هو المنسق المنطقي لجنوب أفريقيا جنوب أمريكا وعندنا بيكون الأخ إريك سوف يكون هناك محادثة حوله لا تفتقدوا ذلك سوف يكون خاص جدا لاحظوا أن الوصلة بتكون مختلفة وقاعدة تقول الروابط مختلفة للزوم سوف تحصلون في الإيميل أو الواتساب أو الطريقة تستلمونها فيها
سوف تجدون ذلك على موقعنا أيضا. يرجى الاحتفاظ بهذا التاريخ، ودائما بعد أسبوع يكون عندنا ورشة عمل، يكون ذلك في 24 أكتوبر، حيث سوف يكون تمارين تفكرية وحديث قصير وتأمل بواسطة الأخت مندا التي سوف تنضم إلينا من بريطانيا. في هذا الوقت بيكون عن يوم الأحد بدل السبت، نتيجة ظروف معينة بيكون الأحد الساعة 7:30 بتوقيت الهند مساء، والحلقة المقبلة في 30 أكتوبر بيكون من الأخ بريج موهان، وهي عبارة عن بعنوان بعد النظر. بعد النظر he is the chief spokesperson and additional secretary general of Brahma Kumaris. Please note it would be on 30th of October, Saturday. سوف يكون في 30 أكتوبر. PM India time and morning 7:30 AM West Coast time. And we have the same links and the interpretation. بيكون نفس التواصلات. So visit our website, you'll have all the information about this program. سوف يكون كل شيء متوفر عبر الويب سايت. Video section as well as YouTube channel to have all the videos of this program. Thank you, everyone. Thank you very much for your attention. Over to you, brother. شكراً جزيلاً. شكراً على اهتمامكم. قبل أن نواصل أكثر، الآن سوف نأخذ تأمل مع الأخ إريك. بطريقة بسيطة تحافظون على عينيكم مفتوحة. إذا حبيتون أن تغلقون عيونكم لا بأس أن تكون عينين مغلقتين، تستطيعون أن تشعرون بأننا كلنا متواصلين. إنه ليس الموضوع عن أن نكون مسالمين، إنه أن أيضا أخلق عالم من السلام، إنه عن أن أكون أنا متواصل مع باقي الأرواح بتجربة السلام. إنه عن مشاركة السلام بعيني. أعطي السلام مليء بكثير من الحب خلال عيني. استعمال السلام عبر كلماتي، ولكني أستطيع أن أسمع صوت السلام. السلام ممكن أن يكون الطاقة العايشة التي تنتشر عبر كلماتي. وكل الموضوع عن استخدام قوة السلام في أفعالي. بسلام كامل بدون أي عنف. الأفعال تصبح تعبير عن الصحيح، عن الوعي السامي، وتخلق انطباع لدى الآخرين. الأفعال تصبح تصبح المصدر للآخرين لأن يتبعوا السلام. الآن ونحن متواصلين مع بعضنا البعض بتجربة السلام، سلام مليء بالنور، سلام مليء بالحب. نبدأ موجة جميلة من السلام.
ونحن نعرض هذه الموجة من السلام للعالم لأن القيم هي الحياة هي قيم عايشة قيم من أجل حياتنا ولكن قيم التي تسمح لحياة الآخرين لأن تبرعم وكل قيمة لديها قوة وجميعها كونها في تجربة السلام نحن نعرض للعالم قوة السلام نشارك مع العالم نور السلام وفي حياة الكثيرين عدم السلام ممكن أن يتحول إلى سلام والضعف ومواطن الضعف ممكن أن يتحول إلى قوة والكثير ممكن أن يجدون القوة لأن يبقون في حالة سلام ويستشعرون السلام وأن يشاركوا السلام مع العالم فأنا لست فقط روح أنا لست فقط كائن روحاني ولكني حقيقة روح مسالمة أنا حقيقة الروح التي تجلب السلام حيثما أنا كلما شاركت مع أحد ما خلال العينين خلال كلماتي وخلال كل فعل أم شانتي أنا روح مجسدة للسلام أم شانتي Thank you so much, brother. أم شانتي شكرا جزيلا أخ إريك Thank you everyone. Thank you. See you very soon. ونراكم قريبا شكرا جزيلا